اوكي يا شباب. Tomorrow I will continue on vector spaces. But before going to vector spaces, I want to go through this slide with you. الامتحان بتاعك عندي booklet موجود فيه 4 papers, 5 papers, 6 papers, whatever. بس the last paper, وانا بعت لك this announcement with all of these details, I send it to you on WhatsApp. As soon as I have it, I send it to you. This is the shape of the last paper, and I think I've sent you the one of the last year's model, one of the exams, so you can check for this paper. Okay, you have here 10 questions. Start choosing which are the correct answers according to the questions or the head down. What's really matter for me is this part. You will have to write your name clear, okay? Don't write cursive, please. Okay? Try to state your name exactly as your ID, okay? Or add the system. Write it here, student number, the course. Wait just a second. You will have to write LAAG at least. Leave the code, but at least linear algebra and geometry. LAAG, okay? Then, for the numbers, you know already this palette. Start على البلد ده لأنك تحدد النمبرز بتاعك. يعني مثلا لو يوسف 5 6 يبقى ينزل هنا ويروح مختار from the first column 6 6 6 6 6 and so on. لو أنا 2 number 2 مثلا على سبيل المثال إذا إذن for the 4 columns will be zeros then I will go for 2. ماشي؟ If I was 1000 1200 then I will go in the thousands for 1000 then for the second column 2 for the third one it will be plus 0 بقى انت بتكتب الاي دي بتاعك بالكود ده لان اكشوال دي الورقه الوحيده اللي بيتم الرصد عليها او التعليم عليها غالبا احنا عددنا مش كتير يعني we're talking about 17 18 students something like this I think so. So it can be handled either with using computer, okay, it was a scanned copy for this paper, or it can be, but mainly it will be a computer and will be checked out like that. But mainly, as I told you, you will have to write your name, student ID, then start putting your ID here. معايا يوسف which ID بقى؟ إيه؟ Which ID؟ List of ID. لو okay. عشان تبقى انت قادر ان انت لو حصل اختيار خطا او حاجه تعمله.
الايدنتيفيكيشن دوكيمنت بتاعتك. طيب فاكرين النقطه اللي قبل كانت ريكلز مش موجوده معاك ولا سيت بوتس ولا اي اكويبمنت ولا صار طبعا ده كان انت عارفه ماشي. طيب تابعني بقى دلوقتي انا عايز اكمل الجزء بتاع الفيكتور سبيسز. انت عندك الماسيس سيستم اوبريشنز ديترمينانتس بعدين عندي الجزء بتاع الفيكتور سبيس. الجزء بتاع الفيكتور سبيسز I will stop at linear combination. يوسف خلي بالك معايا انا استارت ده last week. لما اجي اتكلم على اللينير ده ريكاب اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. يعني ايه فيكتور سبيس؟ فيكتور سبيس لو الشمس مضايقاك لا لا عشان اشوف ولا مش طيب خلاص. طيب يعني ايه فيكتور سبيس؟ فيكتور سبيس اتس ا سيت نوت ان امتي سيت. يعني سيت موجود فيه بعض فيكتورز. الفيكتورز دول should follow the addition rules and the multiplication in scalar. يعني يجب ان هم ينفع فيهم الاديشن رول بالستبس بتاعتها اوكي بالنسبه للفيكتورز بلس مالتيبليكيشن ان سكالر. طيب ايه الريليشنز بتاعت الاديشن؟ معلش بقى طب انت في الامتحان نمبر 1 يو بلس في اي يو بلس في ايكوال في بلس يو طبعا الكومبتيتيف بروبيريتي distributive probability. بعدين عندي existence of a null vector يعني u plus 0 equal 0 plus u result is 0. طيب كمان عندك النيجاتيف of a vector. كل دي conditions عشان اقدر اقول ان مجموعة الفيكتورز دول they form a vector space. طيب بالنسبة للاوتر multiplication او بالنسبة للمولتيبليكيشن بتاعي لو انا بعمل مولتيبليكيشن ان سكالر لازم يكون الفيكتور والفيكتور اللي ويل بي ديفلوب افتر مولتيبلاينج باي سيرتن نمبر ريلي اكزيست ان ذس سيت. يبقى المجموعه بتاعت الفيكتورز دول معايا مارتن دول اسميهم فيكتور سبيس. طيب ايه الكونديشن عشان يبقى عندي سب فيكتور سبيس؟ عشان يبقى عندك سب فيكتور سبيس which is جزء من الفيكتور سبيس ده لازم both of them او لازم ال sub vector space المين يعني بيبروف الاديشن بيبروف المالتيبليكيشن سو اسكفر. بس الحاجه الواحده الزياده ان لازم النل فيكتور بتاع المين فيكتور سبيس يبقى جزء من ال sub vector space ده المين ده الريجن فيه تاني حاجتين. يعني ايه فيكتور سبيس؟ عباره عن مجموعه موجود فيها مجموعه فيكتورز تمام كده؟ مجموعه الفيكتورز دول لو انت جمعت على بعض الريزلت تبقى موجوده داخل المجموعه دي معايا. طيب لو انت رحت واخد اي فيكتور من الفيكتورز دي وضربته في نمبر سكالر فاليو يعني ممكن يبقى ريال نمبر او ممكن يبقى كومبلكس نمبر الريزلت بعد ما تضربه في نمبر لازم الريزلت دي تبقى فيكتور موجود داخل المجموعه. ازاي؟ على سبيل المثال لو انا بتكلم بص بص المثال اللي انا بضربه مش فيكتور سبيس ما هوش فيكتور سبيس بس بسرعه عشان تبقى انت فاهم قصدي ايه. وليكن انا عندي 1 1 بعدين عندي 2 و 2 مثلا 3 و 3 اللي موجود قدامك دول كده دي فور لو انا قصدي اقصد بيهم فيكتور سبيس مش هم دول بس مجموعه كبيره جدا. لو انا جيت اقول الفيرست والسكند اجمعهم على بعض ريزلت كام؟ اوريدي اكزيست موجود في المجموعه دايما بقى لو في فيكتور في اي فيكتور فيه لو عملت البلس للاول والاخير هيبقى حاجه ثانيه موجود موجود جوه بره يعني كل الفيكتورز مش هيبقى فور ما انا قلت لك انا ضربت ثلاثه بس او ضربت المجموعه دي بس عشان اقربها لدماغي يعني الفيكتور سبيس دي بتكون ار فيكتور سبيس ده الاليمنتس اللي موجوده في الفيكتورز لونج ستوري نمبرز عددهم ماسف عددهم كبير جدا لدرجة إن أنا لو خدت أي تو فيكتورز من دول وجمعتهم على بعض الريزلت هيبقى فيكتور موجود داخل مين؟ الجروب ده. طيب لو أنا خدت الفيكتور ده وضربته في 2 بص موجود. لو خدت الفيكتور ده وضربته في 3 ماله؟ موجود. And so on for all of them. طيب الفاليو اللي أنا بضرب فيها الفاليو دي belongs to R يعني from negative infinity لفين؟ to positive infinity. أنت متخيل الست دي ضخمة جدا، مجموعة ضخمة جدا. طيب لو أنا قلت دول سب سبيس المجموعه دي سب سبيس امتى يبقوا سب سبيس؟ لو رقم واحد مجموعه
الشروط اللي انا قلتها قبل كده بيادمنت الاديشن ومين والمالتيبليكيشن، بس بزود عليهم ان النل فيكتور يعني الفيكتور بيكون اصفار اللي بتاع المجموعه الكبيره يكون جزء من المجموعه مين الصغيره. دول الثري كونديشنز اللي احنا بنتكلم عنها. طبعا بالتاكيد لازم يبقى اف از ا سبست اوف اي لان هو جزء من اصلا يعني من مجموعه الفيكتورز الموجوده فيه. كده انا عرفت يعني ايه فيكتور سبيس وعرفت يعني ايه سب فيكتور سبيس. طيب انزل بيقول لك one can easily check that the following sets are subspaces of the real vector space. كل الفيكتور سبيس اللي المشهور او شكله انت هتشوفه دلوقتي ممكن دول يبقوا سب سبيسز فيه. طب انا اتاكد ازاي ان هم يبقوا سب سبيس؟ ثلاث حاجات. اتاكد ان الاوريجن موجود يعني النون فيكتور، اتاكد من الاديشن، واتاكد بمين؟ من المالتيبليكيشن. تمام؟ طيب تعال بص كده اول ست انا ممكن اكتبها باسلوبين، ممكن اكتبها كده وممكن اكتبها بالاسلوب ده براحتك. يعني ممكن اعمل كده الجزء ده كده هو نفسه القوس اللي موجود جوه بنسيب لين عادي. بيقول ايه؟ بيقول الفيكتور سبيس اللي انا بتكلم عليه سب فيكتور سبيس ده هو الست اللي شكلها اكس واي. يبقى كل الاشكال اللي انا بتكلم عليها فيهم كام كومبوننت؟ تو كومبوننت اكس واي. خلي بالك يا يوسف الاكس والواي والبرونز مين؟ الار الار 2 الار 2 يعني يعني في البلان يعني اكس واي في 2 كوردنتس يعني. طيب بص بقى such that انا هتكلم بس على كل البوينتس اللي في اكس وواي بس تحت شرط ان الواي بتساوي كام؟ بتساوي 0. طيب مين البوينتس اللي بتعمل دول؟ احمر. مين البوينتس اللي انا اقصدها يعني؟ ايه هي البوينتس الموجود فيها كل الاكسات بس بشرط ان الواي بتاعها يبقى بكام؟ زيرو. فكر كده. ايوه يبقى انا كده بكلمك على مين؟ على الاكس اكسس. هذا الاكس اكسس. كل الواي سوري كل الواي يعني كده بيساوي زيرو، لكن كل البوينتس اللي موجوده عليه هي الفيلوز اوف اكس بتبقى يمين. كان ممكن مش اكتبه بالاسلوب ده مره، كان ممكن اكتبه لك كده نفس المعنى. كان ممكن اعمله كده هو نفس المعنى بالظبط. اي فاليو اوف اكس واكس بونس تو ار بس الواي بتتحرك طبعا دي يعتبر السب سبيس من الار 2 فيكتور سبيس. لسبب اول حاجه لو انت خدت بالك من الاكس اكسس بيشير مع الار 2 كله الاوريجن لانها زيرو زيرو. بعدين اي 2 بوينتس على الاكس اكسس لو انا جمعتهم على بعض يا يوسف هيطلعوا بوينت برضه موجوده على الاكس اكسس، واي 2 واي بوينت من البوينتس اللي ضربتها في اي نمبر هيطلع برضه فاليو موجوده على الاكس اكسس. سيميلر نمبر بالظبط بالنسبه للواي اكسس. الديفرنس في الواي اكسس حاجه واحده ان الواي اكسس الاكس بتاعته كام؟ بتساوي زيرو. طيب يبقى دي سب ده بيساوي سب سب سبيس وده بيساوي سب سبيس. طيب لو انا بتكلم على كل الاليمنتس اللي فيها اكس ايكوال تو واي ده يعتبر سب سبيس. ليه يعتبر سب سبيس؟ لان انا قايل ان الاكس والواي بونس تو ار هنغيرهم يعني الاوريجن زيرو زيرو صح؟ موجود داخل الفيكتور سبيس. طيب كمان خلي بالك بس طبعا خلي بالك ان لما بقول اكس بيساوي واي يعني البوينتس اللي فيها اكس بيساوي واي ده بيساوي مجموعه البوينتس اللي موجوده على اللاين ده. حضرتك شايفين اللاين ده؟ يوسف شايف اللاين ده؟ بيعدي في الفيرست في كيو 1 وبيعدي كمان في مين؟ في كيو 3 يعني الاوت كوادرنتس او الاوت كوردرنتس. طيب لو انا بتكلم على اكس بيساوي نيجاتيف واي سيم واي لايك اتس اولسو سب سبيس فروم ار 2 او من البلان بس في مجموعه البوينتس اللي موجوده في السكند وفي الفيرست كوادرنت. قول يعني مثلا في اتش اكس ايكوالز واي يعني مثلا 2 ايكوالز 2 3 ايكوالز 3 4 ايكوالز 4 بعد ونيجاتيف 2 ونيجاتيف 2 ايكوالز ونيجاتيف 2 ونيجاتيف 2 واي ولا اربعه. طب ما ده سهل اللي احنا بنشرحه ليه؟ اوكي يبقى ده برضه ست من سب ست من فيرتشوال ستاس. طيب بص كمان خلي بالك كل مجموعه الستريت لاينز اللي بتعدي اللي فيها اللي هي واي بيساوي ام اوف اكس ار بيساوي 2 اوف اكس نيجاتيف 3 اوف اكس 4 اوف اكس اند سو خلي بالك المجموعه دي كلها تطلق عليها سب سبيسز بس لا مش سب سبيس. حضرتك بقى في الوقت اللي انا قلته ورا
ممكن حد يقول لي there is some space set that y بيساوي m x plus b. ليه ده مش يبقى سب سبيس؟ عشان في كونستنت. عشان انا شرط عليك ان ال b doesn't equal to كام؟ فده مش هيعدي من الاوريجن بيزيو زيرو. يبقى هو موجود فيه بوينتس والبوينتس دي كان بيادت والمالتبلايد معايا بس مش بيعدي بيه بالاوريجن اللي هي تعتبر المار فيكتور بتاع ار2 تمام؟ برضو نفس الكلام لو انا قلت لك اكس واي بلونكس تو ار2 قول الست دي بس ده شرط ان اكس دازنت ايكوال تو مين؟ تو 1 برضو ده مش هينفع ان هو يبقى سب سبيس من الريال دايمنشن. طيب كونسيدر السيت اوف ماتريسيز ان في ان كل الماتريسيز اللي انت هتشوفها دلوقتي دي تعتبر فيكتور سبيس من الست الجنرال بتاعت ام ان في ان لسبب يا يوسف لان اي ماتريكس اور تريانجولر ماتريكس لو حققت الكونديشن مثلا تري حققت الكونديشن بتاع الاديشن كونديشن المالتيبليكيشن تبع الماتريكسز هتديفلوب برضه اور تريانجولر ماتريكس فبالتالي هتشكل الاديشن والمالتيبليكيشن. كمان لو انا حطيت ضربت الاليمنتس اللي ضربت في زيرو هتجي لك نون فيكتور which is the non vector بتاع السكوير ماتريكس. سيم واي لاين بالنسبه للاور تريانجولر ماتريكس بالنسبه للديجونال ماتريسيز بالنسبه للسكالرز. بنسي ايه الفرق بين الديجونال ماتريكس والسكالر ماتريكس؟ الديجونال بيبقى كل زيروز ما عدا اللي هنا او يعني بيبقى هنا دول الارقام تحت ثلاثه يعني الديجونال نمبرز مظبوط انا فاهم. طب ايه الفرق بين السكالر؟ السكالر بيبقى في رقم بره يعني الديجونال ايلمنتس كلهم ايكوال لبعض يعني 5 5 5 فممكن اخد الرقم ده. طيب انزل السيمتريكال ماتريسيز والسكيو سيمتريكال ماتريسيز الزيرو من دياجونال يعني الماتريسيز اللي فيها من دياجونال بيساوي زيروز انت برضه لو ضربتهم جمعتهم هيأدمت ده. في نفس الوقت لو انا عملت لها مالتيبليكيشن بزيرو كل الاليمنتس بتاعتك هتبقى مظبوط. طيب بيقول لك ما عدا دول مش سب سبيسز. خلي بالك من السؤال ده خلي بالك بمعنى كل الماتريسيز الانفيرتبل اللي هم لازم يبقوا سكوير ماتريسيز ما بيعتبروش سب سبيس الانفيرتبل ماتريسيز ده سبب بسيط جدا مفيش نل صح؟ مش لازم نرد وخلاص. طيب النقطة الثانية لو المين دياجونال بتاعك اتليست في 1 نل يعني نون نل المنت يعني لو انا عندي ماتريكس وفيها واحد من الالمنتس اللي موجودين نون نل فانت مش هتعرف تعمل الادميشن المالتيبيكيشن او هتأثر على البروسيس بتاعت المالتيبيكيشن. طيب بصوا برضو A set of all polynomials. Set of all polynomials. خلي بالك with coefficients belongs to k يعني ممكن يبقى coefficients بتاعتهم real numbers او complex numbers. تعرف مين set of all polynomials؟ يعني مثلا y بيساوي x plus 2 او y بيساوي x power 3 minus 4 x plus 5 او y بيساوي x to the power of 10 او x to the power of 100 كل set of polynomials. دول يشكلوا يكونوا فيكتور سبيس مجموعه. طيب خلي بالك كل البولينوميالز اللي الديجري بتاعتهم ليد ذا ايكوال سيرتن فاليو يعتبروا سب سبيس. لكن لو انا عندي بولينوميال ويز كونستانت ديجري يعني انا مثبت الديجري بتاعتها ما تعتبرش سب سبيس. السبب البسيط اللي هنا انها مش هتبقى عندك النار اليمنت اللي انا كلمتك عنه. لان انت بتتكلم على مثلا بولينوميال ثيرد ديجري لازم يبقى فيها اكس اس كام؟ اكس تو ذا باور اوف كام؟ اوف 3 مش هيتسبير. اوكي انا سرحت وليه بيبقى فيها نول اصلا؟ لازم كونديشن في اي فيكتور سبيس ان يبقى موجود فيه النول اليمنت. لو انا في 2 باي 2 لازم يبقى عندي 0 0 لو انا في 3 باي 3 لازم يبقى عندي 3 ده كونديشن في ايه؟ اوكي كده؟ ده كده الفيكتور سبيس. لو انا بتكلم على سب فيكتور سبيس منه كل البروبابيلتيز بتاعت السبيس موجوده بلس انهم لازم تو شير ذا سيم اوريجن لازم يبقى معاهم نفس الاوريجن. انا هنا بكلمك على الست بنسيه ركز معايا انت كده بتفهم تركيزك. لا انا بتكلم على الست اوف اول تايبس اوف بولينوميالز كلهم بلا استثناء. اوكي ده الفيكتور سبيس بتاعي ممكن يبقى منه سب سبيس المجموعه اللي الباور بتاعها يا يوسف اقل من او يساوي سيرتن فاليو
يعني مثلا let done on equal 4 يبقى على 4 degree, 3 degree, 2 degree, 1 degree, no degree دي تعتبر subspace. لكن لو بتكلم in particular على ال 3 degree بس كده ما تعتبرش subspace لانك missing ال null vector. وانا المعدل او الايكويشن اللي هي 30 ديجري او النورمال 30 ديجري ما تقدرش تنزل في الباورز بتاعتها. فاهم معنى كلامي دكتور؟ ايه ما تقدرش تنزل في الباور بتاعها يبقى ده ما هوش سب سبيس. خلي بالك اي فيكتور سبيس زي ما انا قلت لك واي فيكتور السب واي فيكتور سب سبيس هما الاثنين يقدر يطلع عليهم سب سبيس. تاني اي فيكتور سبيس مجموعه كبيره قوي دي لو انا خدت مجموعه صغيره منها انا بقول انها جزء من الكبير بس هو بنفسه ينفع يبقى فيكتور سبيس. السبب لانه موجود فيه كل حاجه موجود فيه اوريجن موجود فيه اديشن موجود فيه مين مالتي ديفيجن بس اصغر شويه منه لكن ينفع يتقال عليه فيكتور سبيس الا الا خلي بالك الجزء ده مهم قوي لان ده لينير كومبينيشن. ايه هي الكومبينيشن؟ في المجموعه الكبيره اللي انا قلت لك فيها مجموعه الفيكتورز اللي انا كلمتك عليها دي بعض الفيكتورز ممكن اكونهم عن طريق تركيبه من الفيكتورز اللي اوريدي اكزيست ان ذيس فيكتور سبيس. يعني لو انا عندي اي از ا فيكتور سبيس وموجود جواه يو 1 يو 2 يو 3 يو 4 بعض الفيكتورز على نفس الشكل بالظبط انا ممكن اكون منهم فيكتور جديد لو انا حبيت اسمه V مثلا على سبيل المثال ال V ده ممكن يبقى عباره عن some constant مضروب في U1 زي another constant مضروب في U2 and so on على سبيل المثال. مثال بس بس انا هأكد عليه بعد. بص كده لو انا بتكلم على R3 اي فيكتور ال R3 المفروض يبقى فيه كام كومبوننت؟ three components. طيب يعني ممكن مثلا فيكتور ال R3 يا يوسف يبقى الشكل بتاعه عباره عن 4 5 نيجاتيف 1 اي ثلاث ارقام. بصي انا ممكن اكتبه ازاي؟ انا ممكن اقول عليه عباره عن 4 و 0 و 0 صح؟ بلس 0 5 0 بعدين بلس 0 0 ونيجاتيف 1 مش كده برضه؟ اوكي صح؟ في مشكله؟ لو انا جيت اجمع الفيكتورز دي على بعضها الكوردينتس احمد وانت اسمع يحيى خليك معايا. بص اي فيكتور اهو ده فيكتور موجود فين؟ في ار 3 ار 3 يعني اكس واي وزي لذلك في كام كومبوننت يا يحيى؟ 3 كومبوننتس. انا ممكن اكتبه از لينير كومباينيشن من ثلاثة فيكتورز تانيين موجودين فين؟ في الفيكتور سبيس اللي هو بتاع ار 3. على سبيل المثال بسيط خالص انا ممكن اخليه 4 0 0 0 5 0 0 0 0 لو جمعتهم على بعض هديك نفس ال 4 ممكن مش هعمل كده تمام ممكن احطهم كده. ايه رايك كده؟ ينفع؟ يعني ده معناه في بعضهم يعني ده معناه يعني في بعض الفيكتورز اللي فيها انفينيت نمبرز اوكي انفينيت نمبر اوف فيكتورز اوف كومبينيشنز. بص كده يعني لو اقدر اقول ان في محمد بيساوي يو في يو 1 زائد الفا 1 مثلا زائد الفا 2 تايمز يو 2 زائد الفا 3 تايمز سوري يو 3 تايمز يو 3 على سبيل المثال. يبقى معنى اللينير كومباينيشن ان لو انا عندي مجموعه من الفيكتورز from يو 1 up to يو بار belongs to a certain vector space اقدر اجيب فيكتور belongs to this vector space بيتكون من scalar value times a vector plus another scalar value times another vector and so اقدر افورم this way. يعني ده بيطلق عليه لينير كومباينيشن. هي الدور المختلف الفيكتور بيها نفس الفيكتور سبيس؟ لا اقدر اكون فيكتور جديد باستخدام مجموعه الفيكتورز بعض الفيكتورز الاساسيه اللي موجوده في الفيكتور سبيس ولو انا عملت عليهم اديشن وعملت سكالر مالتيبيكيشن زي ما انت شايف
يعني زي ما انا عملت كده قياس مع الفرق. لو انا عندي بقى الفيكتورز اللي هما الاساسيين ده وده وده، انا ممكن اعمل فيكتور ده او اعمل 500 مليون فيكتور تاني عن طريق ان انا اغير القيم اللي موجوده في عيني. ده احنا يعني ده يعتبر فيكتور كده 4 5 نيجاتيف. ده فيكتور انا جبته تركيبه من كام فيكتور تاني؟ ثلاثة فيكتور سامي معايا؟ فاللي احنا بنقوله ان الفيكتور سبيس ده ممكن يبقى موجود فيه فيكتورز تنفع تبقى لينير كومباينيشن. يعني ايه؟ يعني لو اخترت بعض الفيكتورز منه ضربتهم في بعض السكالرز هي ممكن يطلعوا فيكتور فين؟ جديد. الفيكتور الجديد اللي انت جبته ده بيدبند على مين؟ على الفيكتورز الاساسيه اللي انت شفتهم. اللي انا بقول عليه ده ده بيطلق عليه لينير كومباينيشن. لذلك انت لو قريت الكلام عشان تعرف ازاي ممكن انك تعدي عليه تراجع من السلايدز زي ما محمد رسم كان جايب السلايدز تلاقي كاتب لك كده ليت اي بي افكتور سبيس ماشي اوكي اوفر كي يعني معناها ان فيكتور سبيس الكومبوننتس بتاعته ممكن تبقى ليها نمبر او ممكن تبقى كومبلكس نمبرز. طيب الفيكتور سبيس ده ايه المواصفات بتاعته؟ خلي بالك موجود فيه U1 up to U2 elements of E. We say that V belongs to E. يعني فيكتور جديد بينطبق E. Is a linear combination. ممكن يبقى linear combination. لو عرفت انك تجيب ال V عبارة عن alpha U1 alpha 2 U2 وهكذا زي ما انا يبقى ده اسمه ممكن يبقى linear combination. طيب بص برافو بص على السؤال ده كده وانا هحل معاك برضو بعض questions من exercises خاصه بالجزء ده بس حاول تساعدني انك ما تسرحش مني من فضلك. بص كده يوسف ده مثال لو سمحت اقرا كده بيقول consider U is a triple 1 و V is 1 2 3 دول فيكتورز من الفيكتورز اللي ممكن تشوفهم من R3 ماشي الحال كمل if the vector negative 1 يا بهوات if the vector negative 1 negative 4 negative 7 in a linear combination from these vectors اعرف ازاي بدا الكلام صح اعرف ازاي بكل بساطه هرجع للاوريجينال ايكويشن يا احمد الاوريجينال ايكويشن دي بتقول ايه؟ بتقول ان الفيكتور اللي هو نيجاتيف 1 نيجاتيف 4 اند نيجاتيف 7 عشان يبقى لينير كومباينيشن فروم ذيس تو فيكتورز لازم لو انا ضربته في الفا 1 بلس الفا 2 لو مسكت الفيكتور الاولاني اللي هو تريبل 1 والفيكتور الثاني اللي هو 1 2 3 ضربتهم الفا 1 والفا 2 they will develop the vector. طيب ازاي اقدر اوجد الفيريس بتاع الفا 1 والفا 2؟ It's a system of equation. دي بتعمل كده. هو عشان الفيكتورز دي تساوي بعضها لازم يكون الفا 1 تايمز 1 بلس الفا 2 تايمز 1 لازم يكون بيساوي نيجاتيف كام؟ هو الفيكتورز بتساوي بعضها ازاي؟ لما الكومبوننتس بتساوي بعضها نفس الموضوع يا مارتا بس فور ذا سكند كومبوننت يبقى الفا 1 تايمز 1 اهو بلس 2 بلس 2 في الفا 2 لازم هما الاثنين يطلعوا بعض يساوي كام؟ نيجاتيف 4 اللي بعديه لازم الفا 1 في 1 بعدين الفا 2 في 3 لازم يساوي 3 الفا 2 لازم هما كمان يساوي مين في نفس الوقت؟ طيب انا ده جبته منين؟ من الشابترز اللي انت درستها قبل كده. طيب هاو تو سولف او هاو تو مانج انك تسولف فور الفا 1 والفا 2 انت استاذ ده لان انت عارف ان دول على طول اقدر احطهم ان الاوجمنتد ماتريكس او اللي مشغول في حاجه من فضلك دلوقتي ده 1 1 and then 1 اللي بعديه 1 2 نيجاتيف 4 اللي بعديه 1 و 3 ونيجاتيف 7 ستارت الريديوسد ايشن فورم بتاعتك يا يحيى دي معلومه من الفيكتور سبيس لكن الستيب اللي انا عملتها دي معلومه من الشابترز اللي قبليه كمل بقى عشان تعمل ريديوسد ايشن فورم يبقى الستيب اللي بعده على طول الفيرست رو هيتعمل زي ما هو 1 1 نيجاتيف 1 بعدين نيجاتيف 1 بلس 1 زي ما ايكوال تو 0 نيجاتيف 1 بلس 2 1 نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 1 بلس 2 بلس 4 زي ما ايكوال تو 3
Similar matter, negative 1 plus 1 is going to be 0. Negative 1 times 1, negative 1 plus 3, so it's going to be 2. Negative times negative 1 is going to be positive. Negative 7 is going to be negative 6. هعمل ده تايمز نيجاتيف 2 في 0 0 1 نيجاتيف 2 بلس 2 سو ذا ريزلت ويل بي 0 نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 3 از غانا بي 6 بوست 6 6 و نيجاتيف 6 كبيرة 0 بعدين طبعا ده السيستم نيجاتيف مالتبلاي نيجاتيف 1 على الفيرست رو نيجاتيف 1 بلس 1 0 نيجاتيف تايمز نيجاتيف 3 از غانا بي بوست 3 بس نيجاتيف 1 سو ذا بي بوست 2 ده معناه ان الفا 1 ويل ايكوال تو 2 الفا 2 ويل ايكوال تو نيجاتيف 3 يبقى عشان تو ديفلوب الفيكتور بتاعك اللي هو نيجاتيف 1 نيجاتيف 4 نيجاتيف 7 قول احنا عندنا 3 كويشنز و 2 انون ممكن نطير بينهم مش كيف لازم تشغلهم كلهم مع بعض لسبب لو انا جيت النمبر ده ما كانش نيجاتيف 6 وجيت لقيت دول بزيروز ده مش بزيرو يبقى السيستم اللي هو الثري كونديشنز دول انكونسيستنت وبالتالي there is no value of alpha 1 and alpha 2 will develop this vector out of these two vectors يبقى ما ينفعش يبقى لينير كومباينيشن من دول معايا يا مان؟ طيب تعالى بقى دلوقتي نشوف اذا كان صح ولا لا الستيب اللي بعدين هيبقى عندي ده معناه ان نيجاتيف 1 نيجاتيف 4 نيجاتيف 7 ينفع يبقى لينير كومباينيشن فروم 2 اوفر تريبل 1 بعدين نيجاتيف 3 اوف الثيرد فيكتور اللي هو 1 و 2 وكام؟ 3 تعالى نتشيك يوسف انت بتمسك مجهود عشان ما تركزش معايا 2 في 1 ب 2 ونيجاتيف 3 في 1 الديفرنس نيجاتيف 1 2 positive 1 2 2 بعدين negative 3 times 2 negative positive value and so يبقى انا بالوضع ده قدرت اعرف على طول ان الفيكتور اللي هو negative 1 negative 4 negative 7 can be a linear combination from the given two vectors تمام كده؟ تمام طيب خلي بالك هو ال difference اللي ما بينهم ايه؟ هو ال difference اللي ما بينهم انت ستيتنج سمثينج صح بس ما فيش سؤال انا كل التركيز هنا يبقى انا جبت الفيكتور از ا لينير كومباينيشن يبقى الاجابه ايوه طبعا خلي بالك السؤال ده ممكن يتجاب از ا مالتيبل تشويس كويستشن حد يعني مثلا ممكن اديلك التو فيكتورز دول واديلك مور ذان وان فيكتور وانت تختار الكوريكت انسر هتختارها ازاي؟ هيجي لك الاجابه في السؤال اللي بعديه قول يا احمد انا مش هسالنا على ايه؟ مش هنسألني على الفرق اللي كبير أوي. لا. بعيد بقى عن الصح. اه بتحل السيستم. مش لازم احلها بقى في السيستم. مش هحلها على عشان كده. إليمينيشن يعني. عادي جدا يعني خلي واحدة يعني مثلا انا ما سألتكش عن الطريقة. بس الطريقة. لسن. انا ما سألتكش عن الطريقة. انت راجل دلوقتي تقدر تعمل تولز. دي بالنسبه لك 2 يعني تعرف حبيت تحل الاليمينيشن حل بس صح حبيت تستخدم كرامر لو كان هيديك يونيك سوليوشن اوكي بس هنا مش هينفع لان انت اصلا مش عارف تستخدم التيرمينالز فاهمني فالميثود اللي بتبقى ابلايد عليهم كلهم هو جاوس جوردن which is recommended انك تشتغل نايس ماشي عشان تستخدم الثلاثه ايه؟ تو كويشنز ما ينفعش لان ده سيستم هو انت لو انا عندي بص هجاوبك على ده اللي انت سالتني حاجه زي هما دول 3 ايكويشنز الثري ايكويشنز ريبريزنت ايه؟ 3 كوردينتس هل ينفع يبقى 3 كوردينتس صح والاخير بطيخ؟ لا ما انا هضاف في الاخر
تاني حد شو تاني يعني لو انا اخدت two equations two equations دول هيبقوا relative لهاو ميني coordinate من الثلاثة هل ينفع انك تظبطهم تعمل لهم solution يظبط الاثنين دول ويبوظ الثالث يبقى لازم لازم السيستم يتركب على ثلاثة كمان في معلومة بالنسبة للسيستم اللي هو بالنسبة اللي هنا 3 and 2 خلي بالك يا احمد لو انا جيت في السيستم دي شايف السيستم اللي قدامي دي وجيت اندر ذا نيجاتيف 2 مالتبلاي ذس نيجاتيف 2 وادي الات انت بتخبط معايا ده نيجاتيف 2 وانا حاولت اجمعه على بوزيتيف 2 اللي بعدين معايا يا احمد والرقم ده ما هوش نيجاتيف 6 كان رقم تاني كان هيطلع ان دول بزيروز بس ده مش زيرو في الحاله دي معناها ان السيستم الثلاثي ده ما ينفعش يبقى ده معناه ان مفيش فاليو يبقى ده ما هو نو سولوشن ترجمته ايه بالنسبه للينير كومباينيشن ان الفيكتور ده ما ينفعش ينجاب بين التو فيكتورز دول فهمتني؟ اوكي يبقى هو لينيرلي اندبندنت هنفهم ده بعدين ان ده يسمى لينيرلي اندبندنت فيكتور اون ذيس تو فيكتورز لكن في الوضع اللي قدامي ده ديبندنت لانك عرفت تجيبه من دول. طيب نفس الفكره اللي انا عايز برضو اغذيها معاك عشان لو جالك مالتيبل تشويس. بص على الاطراف من دي. دول اسيت اوف ماتريسيز بس السيت اوف ماتريسيز دول 2 باي 2 فروم ذا فيكتور سبيس اوف اول 2 باي 2 ماتريسيز. معايا استاذ احمد؟ يبقوا دول اثنين من السيستم اللي هو الفيكتور سبيس بتاع كل المواصفات اللي هي كلها 2 في كام؟ في 2. طيب بيقول لك جيت ا نيو ماتريكس هات لي ماتريكس جديد هات لي ايلمنت جديد زي ده بس وذ ا لينير كومباينيشن يوزنج الكوفيشنتس اوف كومباينيشنز اللي هم 2 مين؟ مين تفري. طب ده اعمله ازاي؟ دي سهله طبعا لان هو مش طالب منك انك تجيب الكوفيشنتس ده انا كل اللي انا هعمله هعمل دايركت سبستيوشن ليحيى يعني هكتب دي بص هكتب دي كده 2 4 6 8 اكس الماتريكس الجديد بيساوي الفا 1 في ام 1 بلس الفا 2 في مين؟ في ام 2 وجاست سبستيوشن